الله أكبر. جولة داخل كتيبة الشهوة، كتيبة الدفاع الجوي التابعة للواء 38. الله أكبر. استطاع الجيش السوري الحر السيطرة عليها بكافة ألويته وكتائبه الموجودة في محافظة درعا. الله أكبر. تمت السيطرة عليها من قبل أبطالنا أبطال الجيش السوري الحر بكامل ذخيرتها وعتادها. الله أكبر. بدباباتها ومضادات الطيران التي تحتويها. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه الصواريخ، انظر انظر، هذه الصواريخ موجهة إلينا، موجهة إلينا وليست موجهة إلى إسرائيل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انظر الصواريخ، انظر الصواريخ. الله أكبر. الله أكبر. إسرائيل من هنا، إسرائيل من هنا، إسرائيل من هنا. والصاروخ موجه، والصاروخ موجه إلينا نحن هنا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. كتيبة السهوة التابعة للواء 38 كتيبة الدفاع الجوي الواقع في قرية السهوة بمحافظة درعا تحترق، تحترق تحت أقدام الجيش السوري الحر. الله أكبر. السيطرة عليها بالكامل. الله أكبر. الله أكبر. العزة لله. الله أكبر. الله أكبر. هذه دبابات، هذه دبابات بشار الأسد تحترق تحت أقدام الجيش السوري الحر. الله أكبر. الله أكبر. العزة لله. الله أكبر. الله أكبر. أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر. السيطرة على كتيبة السهوة، السيطرة على كامل ذخيرة ومضادات ودبابات كتيبة السهوة. الله أكبر. التابعة للواء 38 كتيبة الدفاع الجوي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هم أبطال الجيش السوري الحر ادخلوا كتيبة السهوة. الله أكبر. نصرا مؤزرا بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التصدي لطائرات بشار الأسد من داخل كتيبة السهوة التي كانت قبل قليل بيد النظام، بيد جيش بشار الأسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. لقد من علينا الله تعالى بهذا النصر المؤزر، ولقد كلفنا هذا النصر دماء الشهداء، والحمد لله رب العالمين. فقد كانوا رجالا مدبرين غير مقبلين، كانوا رجالا مقبلين غير مدبرين، كانوا رجالا مقبلين غير مدبرين. ضحوا بأرواحهم وواجهوا هذه الآلات بالبنادق، واجهوا هذه الآلات بالبنادق، واقتحموا هذه الكتيبة وحرروها. إنما هذا العمل إهداء لأرواح الشهداء جميعا منذ الطلقة الأولى وحتى الآن. فلتفرح أمهات الشهداء، ولتفرح الثكالة، وليفرح الأطفال اليتامى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ضابط عمليات لواء فلوجة حوران من أرض كتيبة السهوة المحررة. لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله. للأبد سيدة محمد قائدة، للأبد سيدة محمد قائدة، للأبد سيدة محمد.
السهوة الدفاع كتيب الدفاع الجوي التابعة للواء 38 الذي تقع في مدينة الذي تقع في قرية السهوة في محافظة درعا بعد حصار أكثر من 5 أيام استطاع أبطال جيش السهوة الحر بجميع الولايات وجميع التدابير السيطرة على كتيب السهوة بكامل إيجادها وذخيرتها. الله أكبر. وهم أبطال جيش السهوة الحر يدوسون كتيب السهوة. الله أكبر. لن نركع إلا لله. لن نركع إلا لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كتيبة المسافر كتيبة السهوة. الله أكبر. الله أكبر كتيبة السهوة تسقط بين يدي أبطال جيش السهوة الحر. الله أكبر. الله أكبر أبطال كتيبة الوطن. الله أكبر أبطال كتيبة السهوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر لا إشهد لله. الله اكبر. ابادي قائد رابط ارتباط في لواء الفلوج. الله اكبر. ما هي مجريات عمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو هادي بدقوس في الجو. ابو هادي مشارك باك. بسم الله الرحمن الرحيم. تم حصار كتيبه السهوه منذ 4 أيام. الله اكبر. وقدمنا شهداء عده وها نحن الان الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. شهداء جيش السهوة الحر. أبطال جيش السهوة الحر. الله أكبر. والله لن نركع. والله لن نركع. الله أكبر. قلناها وسنقولها مرارا وتكرارا. نحن لا نركع على الله. نحن كالأشجار في أرض بلاد لا نموت إلا ونموت. فاقتل منا ما شئت واقطع منا ما شئت. فنحن إن شاء الله صامدون حتى القطرة الأخيرة من دمائنا باسمي وباسم أبطال الجيش السوري الحر كافة وأبطال لواء فلوج الحوران خاصة. أهدي هذا العمل لأرواح الشهداء والأمهات والثكالة والأطفال واليتامى. فهذا إهداء لأرواح شهيد الطلقة الأولى في كتيبة السهوة الشهيد إياد صعيب والشهداء المدنيين كافة. والحمد لله رب العالمين. وعدت الأهالي والأمهات أننا سنركع لله في أرض الكتيبة مع قولة الله أكبر على صلاة العصر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من داخل الله أكبر. من داخل كتيبة السهوة. من داخل كتيبة السهوة التي عصيت على الجيش الحر. الله أكبر. التي تحدى أكبر كتائب الجيش الحر. الله أكبر. الله أكبر. من داخل كتيبة السهوة. الله أكبر. الله أكبر. دبابات بشار الأسد تحت سيطرة الجيش الحر. الله أكبر.
الله أكبر، السيطرة على مستودعات كتيب السهوة من قبل أبطال الجيش السوري بعد حصار لأكثر من 4 أيام. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، مستودعات بشار الأسد تحت أقدام الجيش السوري الحر. الله أكبر، الله أكبر، مخازن مخازن بشار الأسد تحت سيطرة أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر، مستودعات مستودعات أسلحة تحت سيطرة أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر، الله أكبر، العزة لله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، السيطرة على كتيبة السهوة. الله أكبر، من قبل أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر، الله أكبر، سوات كتيبة السهوة. الله أكبر، ليش نسحب؟ أبو عمر شباب، حتى بسطوا جنب الشاشر بتنزلوا حد من الصواريخ اللي بتنزلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السيطرة على كتيبة السهوة. الله أكبر، الله أكبر، أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر، الله أكبر، اللهم لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، سواحل كتيبة السهوة تحته أقدام الجيش السوري الحر. الله أكبر، الله أكبر، أمضى الطيران. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، شهداء، الله أكبر، شهداء جيش الحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شهداء جيش السوري الحر. الله أكبر، الله أكبر، أبطال جيش السوري الحر شهداء. الله أكبر، خلاص ما يتيش، مستشهدين مستشهدين مستشهدين، خلينا نكمل الأجواء. الله أكبر، شهداء جيش السوري الحر. الله أكبر، دبابات جيش السوري الحر لأول مرة في مدينة درعا تدخل إلى كتيبة السهوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه كتيبة. الله أكبر، هذه، الله أكبر، أول دبابة للجيش السوري الحر تحت سيطرة الجيش السوري الحر في محافظة درعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما زال، الله أكبر. يا زعيم، يا مهندس، ابعثوا لنا مجموعات إخلاف عم نتهاون نسترق الكتف. الله أكبر، الله أكبر، سيطرة على دبابات كتيبة السهوة، السيطرة على كتيبة السهوة بأكملها من قبل أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر.